والآن متابعة لأهم أخبار المال والأعمال. ميرنا إيهاب والمزيد من التفاصيل والمتابعات الاقتصادية إليك. شكرا لكما إلهام وليلى، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي بنحو يقدر ب 22.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 973.5 مليار جنيه بنسبة نمو تصل ل 2.3%. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 خلال الأسبوع بنسبة تقدر ب 2.4%، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة تقدر ب 4.97%، فيما سجل مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا صعودا بنسبة 4.84%. هذا وقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 19.7 مليار جنيه خلال الأسبوع. إلى أسواق البترول العالمية، حيث هبطت أسعار النفط بفعل مخاوف من ركود وشيك بعدما أشارت البنوك المركزية في أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية إلى أنها ستستمر في مكافحة التضخم بقوة. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.4% لتبلغ 79.04 دولارا للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنحو يقدر ب 2.4% لتبلغ 74.29 دولارا للبرميل. وتراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 4.9% لتصل إلى 3.8 دولارات للتر، كما هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5.31% لتسجل 6.60 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. توقع البنك المركزي الألماني أن يشهد اقتصاد ألمانيا انكماشا حتى منتصف العام المقبل في ظل معاناة الشركات والأسر من ارتفاع تكاليف الطاقة. وقال المركزي الألماني في تحديث لتوقعاته الاقتصادية أنه يتوقع تراجع الناتج المحلي بنسبة 0.5% في العام المقبل، بينما سيكون النمو في عام 2024 أضعف مما كان متوقعا. قال مسؤول بارز في قطاع التخطيط أن الصين في وتيرة النمو الاقتصادية سوف تتسارع في العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ. وقال هان وانشو المسؤول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني أن الإجراءات الحالية الداعمة للنمو سوف تظل قائمة، وسوف يتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد. وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الاقتصاد الصيني ربما يتعافى. وافق صندوق التنمية الأفريقي على منح تمويل قدره 40.95 مليون دولار لبوركينا فاسو لتنفيذ مشروعات الأمن الغذائي وبناء قدرات مكافحة تغير المناخ. وذكر صندوق التنمية الأفريقي أن التمويل يتكون من منحة قدرها 24.7 مليون دولار وقرض بقيمة 12.88 مليون دولار من أجل بناء قدرات الزراعة الذكية مناخيا وحفر أبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية، فضلا عن دعم مرونة القطاع الزراعي في مواجهة الآثار السلبية للكوارث المناخية. انتهت جولتنا الاقتصادية، العودة إليكم مرة أخرى إلهام وليلى. شكرا لك ميرنا.